أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس مكون الجغرافيا، السنة الثانية بكالوريا جميع المسالك، بعنوان البرازيل: نمو اقتصادي واستمرار التفاوتات في التنمية البشرية. إذن على بركة الله، نشرع أولا في تحديد أهداف التعلم المتوخاة من هذه الوحدة. إذا على المستوى المعرفي، سنصف المؤشرات والمظاهر الدالة على النمو الاقتصادي للبرازيل، ثم سننتقل في المحور الثاني إلى دراسة العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي البرازيلي، وأخيرا المحور الثالث سنخصصه لدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه البرازيل. المستوى المنهجي، سننمي القدرة على توظيف النهج الجغرافي الذي يقوم على خطوات الوصف والتفسير والتعميم في دراسة الموضوعات والظواهر الجغرافية المقررة انطلاقا من وثائق. ثم وجدانيا سنقدر أهمية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. أعزائي المتعلمين، قبل أن نخوض في تفاصيل المحور الأول، لا بأس أن نبدأ بتحديد مفهوم التنمية. فما معنى التنمية؟ ما الفرق بين النمو والتنمية؟ إذا النمو أولا، خاصة النمو الاقتصادي، معناه هو الزيادة المضطردة للناتج الداخلي الخام، وبالتالي الدخل الفردي، بمعنى الزيادة في الثروة المادية أساسا. الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية أن التنمية الاقتصادية هي تركز صحيح على الزيادة في الإنتاج، ولكن أيضا في تركز كذلك على استثمار الموارد المتاحة، سواء كانت مادية وغير مادية، ماتريال اي ماتريال، واستخدام أساليب مبتكرة ما يسمى بلو سافوار لو سافوار فير للزيادة في الناتج الداخلي الخام. إذا كخلاصة أعزائي، فالناتج الداخلي الخام برودوي انتيريور بروت هو الذي من خلاله نقيس النمو الاقتصادي وكذلك حتى التنمية الاقتصادية. ولكن أيضا من بين الوسائل الأساسية في دراسة التنمية الاقتصادية نجد التوزيع العادل للدخل. كيف هو التوزيع العام للدخل؟ هل يحقق نوعا من العدالة في توزيع هذه الثروة أم لا؟ أيضا الرفع من مستوى المعيشة، هل هناك انعكاس للتنمية الاقتصادية على معيشة السكان حتى يحصل نوع من التوازن؟ إذا فالتنمية الاقتصادية تسعى إلى خلق الثروة، ولكن أيضا إلى توزيع أمثل لهذه الثروة على فئات المجتمع. ننتقل الآن إلى مفهوم آخر، وهو التنمية البشرية، لو ديفلوبمون هيومان. معناه هو تنمية قدرات الفرد إلى أقصى حد ممكن، وتوظيفها في مختلف المجالات والمناحي من خلال توفير فرص مناسبة للارتقاء والاندماج الاجتماعي والاقتصادي. لذلك أعزائي المتعلمين، كما درستم أن أهم مؤشر لقياس التنمية البشرية في العالم هو ليدياش، مؤشر التنمية البشرية، والذي تبناه البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنود انطلاقا من أعمال الاقتصادي والفيلسوف الهندي أمارتيا سين، الذي اشتغل على موضوع التنمية من خلال دراسة نماذج مختلفة. إذن فهذا المؤشر هو مؤشر تركيبي يضم ثلاث مؤشرات فرعية كما درستم، وهي أولا الدخل الفردي الذي يقيس مستوى المعيشة، ثم كذلك نسبة تعليم الكبار التي تقيس جودة نظام التعليمي في بلد من البلدان، ثم أخيرا أمد الحياة لسبيرانس دو في الذي يقيس جودة النظام الصحي في بلد من البلدان. إذن فكما قلت لكم أعزائي، إذن هذا المدخل الأساسي لكي نستوعب مضامين ومحاور هذا الدرس. إذن ننطلق أعزائي المتعلمين بعد ذلك من هذا المبيان، وموضوعه ترتيب القوى الاقتصادية حسب الناتج الداخلي الخام سنة 2019 بمليار دولار. طبعا نجد الولايات المتحدة في المقدمة في الريادة بحوالي 21 تريليون دولار، تليها الصين بحوالي 14.2 تريليون دولار، ثم اليابان
بما يزيد عن 5 تريليونات دولار، ثم ألمانيا، فالهند، فالمملكة المتحدة، ففرنسا، فإيطاليا، في حين أن البرازيل هي تأتي في المركز التاسع في الاقتصاد العالمي. إذن فالبرازيل هي تعتبر تاسع قوة اقتصادية في العالم بحوالي 1960 مليار دولار، أي 1.9 تريليون دولار أمريكي سنة 2019. وترتيبها المركز الثالث ضمن دول الجنوب بعد الصين الشعبية وكذلك الهند. إذن على هذا الأساس أعزائي المتعلمين، في المقدمة، إذن تعتبر البرازيل تاسع قوة اقتصادية على الصعيد العالمي، وثالث قوة اقتصادية ضمن دول الجنوب، وأول قوة اقتصادية وبشرية في أمريكا الجنوبية، ورغم ذلك تواجه تحديات ومشاكل مستعصية. سنفرع الإشكالية للأسئلة الآتية: ما هي مظاهر النمو الاقتصادي بالبرازيل؟ ما العوامل المفسرة لها؟ وأخيرا، ما هي المشاكل والتحديات التي تواجهها؟ إذا نمر أعزائي المتعلمين لوصف مظاهر النمو الاقتصادي للبرازيل ضمن المقطع التعلمي الأول، وسنبدأ أولا بالتوطين الجغرافي للبرازيل. إذا كما تلاحظون أعزائي، فالبرازيل هي جزء من أمريكا الجنوبية، تعتبر أكبر بلد في أمريكا الجنوبية مساحة وكذلك سكانا، تشترك مع جل دول أمريكا الجنوبية في حدودها باستثناء الإكوادور والشيلي. أيضا تمتد بساحل طويل على المحيط الأطلسي شرقا، وبالتالي فهي تحظى بموقع استراتيجي هام يضمن لها الاتصال البحري وكذلك البري بمختلف مناطق العالم. ما هي المظاهر الأخرى لنمو الفلاحة؟ أولا عفوا أعزائي، فأولا ما هي مظاهر نمو الفلاحة بالبرازيل؟ إليكم هذا الجدول، موضوعه أهم: المنتجات الزراعية بالبرازيل سنة 2018 بمليون طن. إذن المنتوج الأول هو الذرة، كمية الإنتاج 101 مليون طن، تحتل به البرازيل المرتبة الثالثة عالميا. قصب السكر، لاحظوا الكم الهائل، 388 مليون طن، المرتبة الأولى عالميا بدون منازع. الحوامض، 19 مليون طن، المرتبة الثانية عالميا. الموز، 6.7 مليون طن، المرتبة الرابعة عالميا. وأخيرا البن، 3.5 مليون طن، وتحتل به البرازيل المرتبة الأولى عالميا. ننتقل الآن إلى باقي المنتجات، هذه المرة الحيوانية. هذا الجدول هو يظهر لنا قيمة صادرات البرازيل من اللحوم سنة 2018 بمليار دولار. إذا لاحظوا أعزائي أن البرازيلية تعتبر ثاني مصدر للحوم في العالم بما قيمته 146 مليار دولار، رابع مصدر للحوم الأبقار بحوالي 56 مليار دولار، وأول مصدر للدواجن في العالم بما يناهز 70.9 مليار دولار أمريكي. دائما في إطار رصدنا أعزائي المتعلمين لمظاهر نمو الفلاحة بالبرازيل، إذن هذه الخريطة هي تظهر لنا تنظيم المجال الفلاحي بالبرازيل. لاحظوا أن المجال الفلاحي ينتظم على شكل نطاقات وأحزمة. إذن في المنطقة الجنوبية نجد نطاق لزراعات متعددة المحاصيل خاصة البن والسكر والقطن، أيضا مجال كذلك لزراعات متعددة المحاصيل سواء حول مدينة ريو دي جانيرو أو ساو باولو في المناطق الجنوبية، كذلك أيضا مجال لزراعات صناعية كبرى. نجد كذلك في المنطقة الشمالية الشرقية شريط ساحلي ومخصص لزراعة قصب السكر،
وهناك نطاق آخر خاص بالقطن، في حين أن المجال الأوسط لاحظوا هنا فهو مخصص لتربية الماشية عن طريق الرعي الواسع وأيضا في قلب الأمازون، في حين أن الغابة الاستوائية فهي مجال خصب وغني لجني واستغلال خاصة مادة الخشب. تلاحظون أيضا أعزائي المتعلم أن القسم الشمالي تنتشر فيه أيضا تربية الأبقار ضمن مستغلات شاسعة. لاحظوا أيضا هذه المنطقة التي هي مخصصة لزراعة الصوجة وهي من الزراعات الصناعية في البرازيل. إذن عموما فيمكن أن نميز بين صنفين من الفلاحة في البرازيل، هناك فلاحة معيشية تقليدية وهناك أيضا فلاحة عصرية تصديرية. نمر الآن أعزائي المتعلمين لوصف مظاهر نمو الصناعة البرازيلية. إذن الصورة الأولى هي لشركة بتروبراز وهي شركة برازيلية متخصصة في المحروقات أساسا النفط، والصورة الثانية هي لإحدى الطائرات المصنعة في البرازيل شركة أومبرير اللي هي التي تعتبر رابع منتج عالمي للطائرات خاصة من الصنف المتوسط سواء مدنية أو عسكرية بعد كل من إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية وشركة بومباردي الكندية. أيضا من بين أهم تجليات قوة الصناعة البرازيلية هي في ما يسمى بالصناعات الاستخراجية خاصة المعادن، وهذا الشعار هو لشركة كومبانيا فالي دو ريودوس. نمر الآن أعزائي المتعلمين لدراسة توزيع إنتاج السيارات حسب الدول سنة 2015 بمليون واحدة. إذن فالبرازيل أيضا هي تعتبر من كبار المصنعين والمنتجين للسيارات في العالم، خاصة ما يسمى بالصناعات بالسيارة الثلاثية الوقود التي تستعمل طبعا الغازوال أو البنزين إضافة إلى الغاز الطبيعي وكحول الإيثانول. طبعا الصينية تعتبر أول بلد مصنع للسيارات متبوعا بالولايات المتحدة الأمريكية فاليابان ثم ألمانيا كوريا الجنوبية الهند المكسيك إسبانيا ثم البرازيل، فهي تأتي في المركز التاسع عالميا في صناعة السيارات بما قدره 2,430,000 واحدة في السنة. نمر أعزائي المتعلمين الآن إلى وصف توزيع أو توزع أو تنظيم المجال الصناعي بالبرازيل. إذا لاحظوا هنا أعزائي المتعلمين النقطة الأولى مراكز صناعات قديمة بصدد التحول، طبعا هذه المنطقة الشمالية الشرقية هي تعتبر ما يسمى بالمانيفاكتشرين بيلت أو الحزام الصناعي القديم في البرازيل حول مدن كبيلام ساول لوريس وفورتاليزا وروسيف. ثم هناك أيضا ما يسمى بالمراكز الصناعية الحديثة وهي في أقصى الجنوب الشرقي لأن في هذه المنطقة بالذات، ثم هناك أيضا بعض الأقطاب الصناعية الجديدة وأهمها قطب سلفادور وماناوس إضافة إلى ريو غراندي في أقصى الجنوب. المعطى الثاني وهو ساو باولو أكبر مركز صناعي وتقريري بالبرازيل، إذن فالقلب الصناعي بالبرازيل هو طبعا مدينة ساو باولو. لماذا؟ لأنها تحتضن نسبة هامة من البنية الصناعية إضافة إلى المقرات الاجتماعية للشركات الكبرى والعملاقة سواء المحلية أو الأجنبية، لذلك فهي مركز صناعي وتقريري بالغ الأهمية. أخيرا المثلث الصناعي وهو منطقة حديثة وحيوية وهي في القسم الجنوبي الشرقي
وهذا المثلث هو يضم الأقطاب الصناعية لبيلو أوريزانتي وريو دي جانيرو ثم ساو باولو، وهي تعتبر القلب الصناعي النابض للبرازيل. نمر أعزائي الآن أعزائي المتعلمين لدراسة بنية التجارة الخارجية للبرازيل سنة 2015. نبدأ أولا بالصادرات، لائحة الصادرات. نجد أن المواد الفلاحية أعزائي المتعلمين هي تمثل 42% من صادرات البرازيل، تليها المواد الصناعية ب 36%، وأخيرا النفط والمعادن ب 19%، في حين أن 3% المتبقية هي مخصصة لمواد أخرى. إذن ما يستشف أعزائي المتعلمين من هذا المبيان أن المواد الفلاحية وكذلك النفط والمعادن أي المواد الخام هي تغلب على بنية صادرات البرازيل إضافة إلى المواد المصنعة. إذا انتقلنا إلى لائحة الواردات، نجد أن الحصة الأهم هي للمواد المصنعة ب 73%، تليها النفط، مواد نفطية ومعادن ب 17%، ثم مواد فلاحية 6%، والمواد الأخرى هي تشكل حوالي 4% من الواردات. نمر الآن أعزائي المتعلمين لدراسة مدى الإشاع التجاري للبرازيل من خلال شركائها التجاريين. نبدأ أولا بالممولين أو المزودين الرئيسيين. إذن في المرتبة الأولى الصين، إذن الصين هي تعتبر أول ممول للبرازيل بمعنى تستورد منها البرازيل بحوالي 19%. تأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة ب 16%، فالأرجنتين في المرتبة الثالثة ب 6%، ثم ألمانيا ب 6%. باقي دول العالم هي تتقاسم نسبة 53%. بالنسبة للزبناء أي الذين تصدر إليهم البرازيل، فالصين تأتي في المرتبة الأولى ب 27%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ب 12%، فالأرجنتين 6%، وأخيرا هولندا كذلك 6%، في حين أن النسبة المتبقية وهي 49% تتقاسمها باقي دول العالم. إذن ما يمكن أن نستخلصه أعزائي المتعلمين خلال مقارنة بسيطة بين لائحة المزودين أو الممولين والزبناء، فأول شريك تجاري للبرازيل هي الصين، وثاني شريك هي الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث شريك هي الأرجنتين. دائما أعزائي المتعلمين في إطار دراستنا لمظاهر نمو التجارة البرازيلية إليكم هذه الوثيقة، وهي عبارة عن مبيان يتناول وضعية الميزان التجاري للبرازيل ما بين 2013 و 2018 بمليار دولار. إذا لاحظوا أعزائي أنه سنة 2013 سجل الميزان التجاري للبرازيل عجزا مزمنا قدره ناقص 56.9 مليار دولار. 2014 تفاقم هذا العجز ليصل إلى ناقص 65.3 مليار دولار، ثم سنة 2015 تقلص هذا العجز نسبيا ليصل إلى ناقص 20.7 مليار دولار، ولكن سرعان ما تحول هذا العجز إلى فائض سنة 2016 قدره 7.1 مليار دولار، ثم سنة 2017 حققت البرازيل فائضا هاما في ميزانيتها التجاري وصل إلى 20.5 مليار دولار، ثم تقلص هذا الفائض نسبيا إلى 9.8 مليار دولار سنة 2018. إذن كخلاصة أعزائي المتعلمين، إذن انتقل الميزان التجاري في البرازيل من وضعية العجز إلى وضعية الفائض سنة 2016 بالتحديد. نتابع أعزائي المتعلمين إليكم هذه الوثيقة التي تتناول توزيع الساكنة النشطة لا بوبولاسيون اكتيف حسب القطاعات الاقتصادية بالبرازيل سنة 2018. ما الذي نلاحظ أعزائي؟ إذن التجارة والخدمات القطاع الثالث هو أول قطاع مشغل في البرازيل بحوالي 70%، تليه الصناعة 21%، ثم الفلاحة التي تشغل 9% من الساكنة النشطة.
إذا كخلاصة أعزائي المتعلمين لهذا المقطع التعلمي الأول الذي تناولنا فيه مظاهر النمو الاقتصادي للبرازيل من خلال استثمار مجموعة من الوثائق، إذا سجل الآتي: إذا في القطاع الأول الفلاحة بالتحديد، إذا فالبرازيل هي تعتبر بحق عملاقا فلاحيا على المستوى العالمي. لما؟ لأنها تحتل رتب متقدمة في الإنتاج الزراعي وكذا الحيواني على الصعيد العالمي. على سبيل المثال الحصر، المرتبة الأولى في قصب السكر والبن، الثانية في الحوامض، والثالثة في الذرة. أيضا البرازيل هي أول مصدر للدواجن وثاني مصدر للحوم على المستوى العالمي. أيضا سجلنا تنوعا في المجالات الزراعية والفلاحية بالبرازيل، انتشار مثلا مجالات زراعية متخصصة خصوصا في الجنوب الشرقي والجنوب، إضافة إلى تربية الماشية في هضبة البرازيل. القطاع الثاني الصناعة، إذا البرازيل هي أول قوة صناعية في أمريكا الجنوبية، أول منتج عالمي لكحول الإيثانول، تنتج ثلث الإنتاج العالمي منذ 1974. أيضا البرازيل هي رابع مصنع عالمي للطائرات من خلال شركة أومبرير، هي أيضا تاسع مصنع للسيارات عالميا بحوالي 2.43 مليون وحدة في السنة. ثم سجلنا كذلك أن الصناعية تعتبر ثاني قطاع مشغل للساكنة النشطة بما قدره 21%. القطاع الثالث أساسا التجارة، أولا البرازيل هي تعتبر أول قوة تجارية بأمريكا الجنوبية. سجلنا كذلك أعزائي المتعلمين غلبة المواد الفلاحية والصناعية على صادرات البرازيل. أيضا البرازيل هي أو القطاع الثالث أساسا التجارة والخدمات، هي تعتبر أو يعتبر أول قطاع مشغل للساكنة النشطة حوالي 70%. سجلنا كذلك أعزائي المتعلمين الإشاعة التجارية للبرازيل من خلال تعدد شركائها التجاريين وعلى رأسهم القوى الاقتصادية العالمية كالصين والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. إذن هكذا أعزائي المتعلمين نكون قد أنهينا هذا المحور الأول المتعلق بوصف مظاهر النمو الاقتصادي بالبرازيل في كل من الفلاحة والصناعة والتجارة، وموعدنا مع الحصة الثانية في إن شاء الله في القريب العاجل. وفي نهاية المطاف أشكركم على حسن المتابعة والانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.